سيدات سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا لهذا اليوم التاريخي، لهذه المباراة التاريخية، مباراة كبيرة ستكون بدون شك تكتيكية اليوم بين المفوضية الأوروبية ودول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إما فرصة تستغلها المفوضية الأوروبية لإحراز تقدم في هذا الملف الكبير، إما سنشاهد مرة أخرى معركة بين الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي. هي قوية المفوضية الأوروبية التي تقدم اقتراحا جديدا لقانون الأوروبي. الوسط ينطلق الكرة، خطيرة جدا جدا، كرة خطيرة. سيطر عليها الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يرسل الكرة إلى دول الأعضاء في المجلس مرة أخرى. الملف كرة، الملف في تشيكيا لألمانيا، إعادة الكرة الوراء لبرتغال، الكرة أرضية بعيدة عن إيطاليا، تعديل النص مرة أخرى، الملف لفرنسا، فرنسا لأسبانيا. تماثل الكرواتي يرفيدي، كرة خطيرة، جول جول جول. تم إقرار القانون الجديد الأوروبي بعد سنوات من المفاوضات.